الهدف الخامس أن أذكر سبب اغتيال الملك عبد الله. طبعا طلاب الأردن شارك في حرب فلسطين عام 1948، وقاد الملك عبد الله الجيوش العربية ردا على إعلان الصهاينة دولة إسرائيل. هنا أعلن الصهاينة عن قيام دولة إسرائيل عام 1948، قاد الجيوش العربية الملك عبد الله، وبعد خسارة العرب في الحرب خسر العرب في الحرب بعدها ضم الملك عبد الله الضفة الغربية من نهر الأردن والقدس الشرقية إلى مملكته. ضم الملك عبد الله الضفة الغربية من نهر الأردن والقدس الشرقية إلى مملكته، وقد عده الفلسطينيين مسؤولا عن تسليم اللد والرملة للصهاينة، فاقتيل في مدينة القدس. طبعا اللد والرملة هي مناطق في فلسطين، عده الفلسطينيين أنه هو مسؤولا عن تسليمها للصهاينة، فاقتيل في مدينة القدس. واستلم ابنه الملك طلال، استلم ابنه الملك طلال 1951-1952 ميلادي. من أعمال الملك طلال: واحد، عدل الدستور. اثنين، زاد من صلاحيات البرلمان. ثلاثة، سعى للتقارب مع الدول العربية. شايفين طلاب أعمال الملك طلال بعكس أبوه الملك عبد الله، بعكسه. هي عدل الدستور، جعل الدستور وطني، زاد من صلاحيات البرلمان، البرلمان هو مجلس الشعب، زاد من صلاحياتهم، سعى للتقارب مع الدول العربية، سعى للتقارب مع الدول العربية. لكنه عزل. قال: دفعت بريطانيا بعض عملائها للتذرع بالوضع الصحي للملك طلال. قال هذا الرجل، وكان كبير بالعمر، رجل مريض غير قادر على قيادة الأردن. فدعي مجلس الأمة واتخذ القرار بإلغاء حكم الملك والمناداة بابنه كان بدلا منه. فعلا شكل مجلس وصايا له في الملك حسين، وكان الملك حسين تحت السن القانوني، لذلك شكل مجلس وصايا له واستلم الحسين رسميا عام 1953. وفي عهده أعلن الاتحاد الهاشمي بين عرش العراق والأردن في عهد الملك حسين عام 1958، لكنه لم يستمر طويلا هذا الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن. طبعا أدى العدوان إلى احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن، هنا جرى عدوان حزيران على الأردن، فهنا هذا العدوان إلى احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن والقدس الشرقية. الآن منذ قليل رأينا أنه الملك عبد الله أثناء الحروب ضد الإسرائيليين أنه ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مملكته. الآن بالعدوان الصهيوني على الأردن احتل الضفة الغربية لنهر الأردن والقدس الشرقية، يعني بين قوسين استعاد هالمنطقتين من الأردن وفصلها عن الأردن، فصلها عن الأردن. فهنا زاد عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، زاد، وكانوا موجودين بهالمنطقتين. لما الإسرائيليين عودوا أخذهم هذه المنطقتين، اللاجئين يعني عودوا لجوا إلى مناطق جديدة، فزاد عدد اللاجئين في الأردن. وفي عام 1970 حدثت خلافات بين القيادة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي نقلت نشاطها إلى جنوب لبنان. يعني الفلسطينيين بعد أنه الإسرائيليين ما أخذوا مناطقهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية لجأوا إلى الأردن، فبالأردن حدثت خلافات بين القيادة الأردنية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. فهنا انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية إلى جنوب لبنان، انتقلت إلى جنوب لبنان. وإذا تذكرون بالدرس السابق بجنوب لبنان، لما كان الفلسطينيين موجودين هناك، قامت أطراف اللبنانية، منهم من يؤيد وجود هذه المنظمات الفلسطينية ومنهم من رفض، ولما رجعت كفة المؤيدين تدخل الجيش السوري وارتكب مجزرة بحق الفلسطيني في تل الزعتر، وتسلم حزب الله جنوب لبنان ليمنع أي عمل هجومي ضد إسرائيل ويحمي حدودها. و
وشارك الأردن في حرب 1973، وشارك الأردن أيضا في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وأيضا الأردن دخل في مفاوضات مع الكيان الصهيوني انتهت بتوقيع معاهدة سلام بين الطرفين عام 1954 ميلادي، وتعرف هذه المعاهدة بمعاهدة وادي عربة. وأخيرا توفي الملك حسين في عام 1999، وانتقل الحكم لابنه الملك عبد الله الثاني الذي ما زال على رأس حكمه في الأردن حتى الآن. من يذكر لي سبب اغتيال الملك عبد الله؟ ناخذ طالب جديد اسمه عبد الله أحمد. تفضل عبد الله. معك أستاذ. السلام عليكم. ما سبب اغتيال الملك عبد الله؟ لأنه عده الفلسطينيين مسؤولا عن تسليم اللد والرملة للصهاينة. تمام، الله يبارك بك. لأنه عده الفلسطينيين مسؤولا عن تسليم اللد والرملة للصهاينة. سؤالي كمان ثاني، فسر تراجع الأمير عبد الله عن مهاجمة الفرنسيين في سوريا. ناخذ كمال أنا محمود أستاذ. فيصل. كمال محمود فيصل. طيب حمدو علي رفع لنا إيده. حمدو تفضل. حمدو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، بسبب الاتفاق الذي حصل بين وزير المستعمرات البريطاني تشرشل والملك عبد الله، حيث اتفقوا على إقامة إمارة في شرق الأردن بزعامة الأمير عبد الله، تكون مستقلة إداريا على أن تستشير المندوب البريطاني المقيم في القدس، تساعدها بريطانيا ماديا، وذلك مقابل منع انطلاق المقاومة ضد الفرنسيين والصهاينة من شرق الأردن. طلاب، فسر تراجع الأمير عبد الله عن مهاجمة الفرنسيين في سوريا، وكان على رأس قوة عسكرية وجاء لتحرير دمشق وانضم إليه بعض الأحرار السوريين في مدينة معان، لكن بسبب الاتفاق الذي حصل بين وزير المستعمرات البريطاني تشرشل والملك عبد الله، حيث اتفقوا على إقامة إمارة في شرق الأردن بزعامة الأمير عبد الله، تكون مستقلة إدارياً على أن تستشير المندوب البريطاني المقيم في القدس، تساعدها بريطانيا ماديا، وذلك مقابل منع انطلاق المقاومة ضد الفرنسيين والصهاينة من شرق الأردن. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس لهذا اليوم. كل الشكر لكم جميعا طلاب على حضوركم، وبالتوفيق لكم جميعا.